حسين مني وانا من حسين. ازاي النبي يبقى من سيدنا الحسين؟ واضح طبيعي ان سيدنا الحسين من النبي، انما ازاي يبقى النبي من سيدنا الحسين؟ معنى كده ايه؟ يا اللي عايزني يا مسلم، يا اللي عايزني ها تعالى الاول باب سيدنا الحسين وانت تلاقيه. يعني معنى كده ان باب سيدنا الحسين هو باب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي المصريين يلاقوا باب سيدنا الحسين مقفول، ها معنى كده انك اغلقت باب الرحمه على المصريين في هذا اليوم. اغلقت باب الرحمه على المصريين في هذا اليوم، ها منع الشيعه ان هم يجوا ويجوا ويجوا ويجوا. من اللي هيحاسب الناس يوم القيامه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له شريك في حساب الناس ليوم القيامة، لأنه الحكم العادل. لأنه الحكم العادل، هو اللي هيحكم في الشيعة، وهو اللي هيحكم في السلفية، وهو اللي هيحكم في الإخوان. إحنا كمتصوفة ولسنا شيعة، بيقولوا علينا إن إحنا عبدة الأضرحة. بيقولوا على المتصوفين أنهم عبدة الأضرحة. نعم، نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك فرق بين القبر والضريح. القبر فيه مسلم عادي، أما الضريح ففيه ولي من أولياء الله الصالحين أخلص لله، فربنا سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مقام يزار. صلى والدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.